بولس فصل سلم معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس بركات علينا امين. واخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي عز قوته، البسوا عليكم جميع سلاح الله لكي تستطيعوا ان تقفوا قباله حيل الشيطان، لان قتالنا ليس هو مع لحم ودم بل مع الرؤساء والمسلطين ومع ولاه هذا العالم المظلم ومع الارواح الشريره التي تحت السماء. فلذلك خذوا لكم جميع سلاح الله لكي تقدروا على القيام في يوم الشر، واذا عملتم كل شيء اثبتوا وانهضوا وانتم مجددين على ظهوركم بالحق، والبسوا درع البر حازين اقدامكم باستعداد لجيل السلام، ومع كل شيء خذوا لكم ترس الايمان هذا الذي به تقول على اطفاء جميع سهام الشرير المتقده، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، وبكل صلاة وبكل طلبة صلوا في كل حين بالروح، وكونوا في هذا سهلين بكل ملازمة وبكل طلبة عن جميع الأطهار وعني أيضا، لكي أعطى كلاما عند افتتاح فمي لأنادي بسر الإنجيل علانية، هذا الذي أنا بسببه أنا موثوق بسلاسة لكي أظهره كما ينبغي لي أن أنطق، ولكي تعلموا أنتم ما الذي أقصده نعمة الله لا فتح لأرواحنا يا أبي وأخوتي أمين.
وسلامك الأمين طائلا نبيا الله كثيرين اشتهوا أن يروا ما تبتغون ولم يروا وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب عليكم لنا تبصير ولأذانكم لنا تسمع فالنصاق نسمع نعم البلدين كالمقدسة بتلقاط قديسين إنك المقدس يا رب التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك يشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا وأكلنا كلنا وشفانا كلنا وقيامتنا Yeah.
كثير الرحمة أبو الأنوار وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا وإلهنا والروح القدس، نسألك أيها الثالوث الأقدس اطلع من السماء على عبيدك هؤلاء الآتين إليك ساجدين منكسين الرأس أمامك. اقبل إليك يا رب صومهم وصلاتهم وتوبتهم واعترافهم، واغفر لهم جميع خطاياهم، واعطهم قوة وخلاصا وفهما وحكما وعقلا مستيقظا. امنحهم يا رب قلبا طاهرا وفكرا ثابتا وإيمانا مستقيما ونسكا وصبرا. اشجعهم معونا واحفظهم يا رب من كل تجارب الشيطانية والأرواح الخبيثة والأفكار الرديئة، وامنحهم أفكارا صنيعة سمائية، واحفظهم بعساك ملكتك النورانية، وطهر نفوسهم وجسدهم معا من قبل الروح القدس. باركهم يا رب قوة صليبك المقدس واملأهم من الروح القدس، واجعلهم مستحقين لسماع صوتك الفرح الممتلئ باكة وسرورا قائلا: تعال إلي العبد الصالح، ادخل إلى فرح سيدك، وأعطهم نصيبا وميراثا صالحا ليرثوا مع جميع قديسيك ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا رب لجميع قديسيك. ونحن الخطاة نسألك أيها الرب محب البشر، اغفر لنا خطايانا وأثامنا، واقبل اعترافنا وتوبتنا، وثبتنا في الإيمان المستقيم إلى النفس الأخير بشفاعة السيدة مرت مريم والدة الله وجميع القديسين، آمين. السلام عليكم، مكملنا صلاة المقدسة التي تنطلق
من قبل قراءتك المقدسة التبوية ومصنعك المتحقق استقامتين رعايا شعبك بطوارئ المبارك وجميع الأصدقاء في الأرزكسيون القوم نصر كسر الشام نصر وكل امتلاك نصرك الوحدة الوحدة المقدسة الجامعة الرسولية أنهم علينا وعلينا بالسلام في كل موضعين وصلواتنا التي يسمعونها عنا وعن كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عنا مقبلة إليك على مسمعك المعلم المقدسة نصر كسر مراحة الظهور فسير عدم الذين يرون والذين لا يرون أسحقهم وزلهم تحت أرجلهم سريعا أما هم فاحفظهم بسلامة عادة كنيستك المقدسة يا رب ورحمة بلين أطمار تيم وطيب أنت كراتوري وطيب من شويسة ونطا من ستيريسوس بالخريستوس التوات انطرتك متغفز من ويرومي أريد ما بشيس النجن صوتي اسمه إيرو صلوا من أجل هذا التاج المقدس وقت معاتنا يا رب ورحمة يا رب أنتك بدأنا بغير إيمان ولا أكما بذكرتك المقدسة الطفوية في الصلاة في الطهرة في البركة إن عبادنا يا رب على عبيدك لا دينا بعدنا إلى الأبد عباد لأصابك يا ملك معنا العالم الشصاق تحت أقدام الأسريع الشكوك وفعل أبطل معنا فالانقسام فساد البدع لكن سكن مقدس ربك كل الزمال أنزل لهم حل تعظم معرف ضعف سنة الحسد ومسعيات وكلنا مشر المكيد التي تدبرون علينا يا رب كانوا كلهم كلا شيء بد مشراتهم يا الله الذي بدت مشورات أخيته أمين يا رب أنت بشو حسبنا في مرة قولي بلجين قادي مرة فوق بلس بسطن بكرار سؤال بكلازي مرة شو بكرم بيز موان شو نشو نوانز وانز وغير بكوش خيم بأهم موت نبتي بالشنهيد نبتي متمرون متي بكونو من إسن شيري من شويس وابن نوتا وابن سكير يسوس في خريستوس كم صوفي يا سيد رسطو من كري ليسون كري ليسون من مسلي بالحقيقة من ومن بإله شوخنا ومانخ بيهنفهم
انت بامتون خنبي برازي سو او سنتي او بما يطفوت ابن خيس يبي مكاهين تندهني نمت لي بنبي فيهم خالف عيني انت نيت أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية الغير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه ليس يكون موطن لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توالٍ أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسداً وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من الشمال إلى اليمين، من مشارق الشمس إلى مغربها، ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طائرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أمهم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن كلنا فابننا كمال المسيح الذي يرضيك أماما، وأعطيهم وإيانا نصيبا ومراسا مع كفة القديسين. الذي يعرف الخفايا والمكتومات ويفحص قلب عقل البشر والعالم بالضمائر والمكتومات، انظر يا رب من علوك المقدس المستنير المعرض على عبيدك هؤلاء الذين تقدموا اليك منتهين بسيره الرحميه التي هي الرهبنه، قوم سعيهم اقدام الطاعه كما لا ليكونوا في موت من جهه الالام الطبيعيه، لكي من قبل قصد شعر رؤوسهم يطرحون عنهم الاعمال الرديه ويقبلون المعرفه نعم الروح القدس. نعم ايها الرب الهنا اسمع ما عبيدك خيرا ونعمة لكي يشتاقوا اليك بقلب طاهر كامل ويحمروا عنقهم بشهوتك تنيرك الطيب المقدس ويهربوا بالكمال من الشهوات والملاذ الجسديه ومن العالم الموجود وكل الارواح الخبيثه، وليستحق كرمك الروحاني لكي يتقلبوا في كل زمانهم بالصبر والعفاف والتعب والغربة والرداع والنزك والتواضع بسيرة نقية مملوءة من الفضيلة في وصاياك وأوامرك باستحقاق الدعوة للدعوة إليها، وليستحق أن يعملوا بالفضائل الكاملة وتأملوا الأسرار بالمنظر ويكونوا وارثين الفرح الذي لا يوصف وينال المجد في ملكوتك بابنك الوحيد ربنا ولنا خلصنا يسوع المسيح الذي له المجد والكرم من الاخره.